سابقا كما قلنا متابعينا الاعزاء جمال بالماضي الناخب الوطني وسبيشال وان كره القدم الجزائريه صاحب 24 مباراه دون هزيمه يقود هذه الزياره الى مستشفى نفيسه حمود بارني سابقا رفقه عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة بالإضافة إلى سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة. هذه الزيارة هي موجهة لمصلحة طب الأطفال. يأتي هذا ونستمع أخرى إلى هذه التصريح. سيد المدير العام، إحنا الرسالة اللي حبينا نوصلها هذا هو الرسالة حبينا نوصلوها، حبينا تحفيز مدرب الفريق، تحفيز لهم للنجاح للتغلب على المرض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفوز نتاعكم فيه تحفيز كبير لينا احنا كعمال الصحه. معليش صافي دو موا راني هنا الحمد لله، كاين واحد لي بوزيتيف باش ما نقولوش باللي ما كاينش لي بوزيتيف مع الشيخنا الماضي فرحنا البارح وان شاء الله المورال امبورطون. المورال المورال هاي ان شاء الله الدواء ما كانش نعاونكم انا هنا رانا هنا رانا هنا هضرنا معك رانا هنا رانا رانا هنا رانا رانا هنا رانا رانا هنا رانا ممكن نجيو للخوي ممكن نقول للخوي هيا ولا ويدي دخل عقل الله تشاهدون زيارة الناخب الوطني جمال بالماضي إلى مستشفى نفيسة حمود بارني. سابقا شاهدنا تابعنا الحديث الذي جمع جمال بالماضي بالمسؤولين على مصلحة طب الأطفال، قالوها مباشرة بصريح العبارة زيارة الناخب الوطني هي زيارة تحفيزية للتغلب على المرض بالنسبة للأطفال في هذه المصلحة، مصلحة طب الأطفال في مستشفى نفيسة حمود بارني. سابقا جمال بالماضي متابعينا الأعزاء أصبح قدوة كل الجزائريين بمواقفه المميزة، أيضا المستوى الكبير من الناحية الرياضية الذي أصبح يقدمه مع المنتخب الوطني الجزائري. 24 مباراة دون هزيمة مع الخضر، كأس أمم إفريقيا 2019 في أرض الكنانة من مصر مباشرة، إنجاز تاريخي بالماضي الذي أصبح محبوب كل الجزائريين، قدوة أيضا للأطفال، وهو السبب الذي جعله يزور مصلحة طب الأطفال في مستشفى بارني كما تابعنا مشاهدينا الأعزاء في هذه الصور المباشرة للشروق نيوز مباشرة من مستشفى بارني وموفد قناة الشروق نيوز إلى مستشفى نفيسة حمود محمد بوروبي الذي سيكون معنا بعد قليل، وهو يقوم بتغطية هذه الزيارة للناخب الوطني جمال بالماضي بعد الانتصار المحقق بخماسية مقابل لا شيء في مباراة بوتسوانا التي احتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بعد غياب عن هدامة عام ونصف. المنتخب الوطني عاد إلى ملعب مصطفى تشاكر في أول مباراة كانت سنة 2008 أمام منتخب لايبيريا، وأمس كان الانتصار بخماسية كاملة. بالماضي
كان صرح في العديد من المناسبات أنه باق في صفوف المنتخب الوطني والانتصارات الكبيرة والمستوى المميز الذي أصبح يقدمه رفقة محاربي الصحراء أصبحت عنوانا للنجاح بالنسبة لكافة الجزائريين والجميع في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الشارع الكروي والرياضي الجزائري. وصفوا جمال بلماضي بوزير السعادة. لماذا وزير السعادة؟ لأنه يقدم السعادة للجزائريين في كافة الخرجات، خرجات المنتخب الوطني الجزائري، حازم في مواقفه، يقوم بأمور وخيارات يخطئ فيها ويصيب في بعضها الآخر. هذا هو الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد سفينة كرة القدم الجزائرية لبر الأمان. نذكر فقط متابعينا الأعزاء هذا المباشر لقناة الشروق نيوز مباشرة من مستشفى نفيسة حمود بارني. سابقا جمال بلماضي يقود هذه الزيارة لمصلحة طب الأطفال الذين أكيد خبر زيارة جمال بلماضي أثلج صدرهم كثيرا، سوف يساعدهم من الناحية النفسية، يساعدهم أيضا من الناحية البسيكولوجية من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مرحلة المرض. وجمال بلماضي أصبح بطبيعة الحال قدوة كل الجزائريين في كل المجالات، ليس فقط بالنسبة لكرة القدم، ليس فقط بالنسبة للرياضة. وسوف نتابع متابعينا الأعزاء الندوة الصحفية بعد قليل للناخب الوطني جمال بلماضي الذي نذكر بأنه متواجد حاليا في هذه الأثناء كما شاهدنا في هذا المباشر لقناة الشروق نيوز في مستشفى نفيسة حمود ببارني. كان هذا وصول الناخب الوطني إلى المستشفى، تبادل أطراف الحديث مع مسؤولي المصلحة كما نتابع في هذا الفيديو ونستمع لما دار بينه وبين مسؤولي المصلحة في مستشفى نفيسة حمود. متابعينا الأعزاء من جديد من مستشفى نفيسة حمود بارني سابقا، وهذا المباشر لقناة الشروق نيوز المباشر الخاص بهذه الزيارة. الناخب الوطني جمال بلماضي متابعينا الأعزاء دخل المستشفى بالورود، ورود النجاح، ورود أيضا الابتسامة والفرحة على وجوه الأطفال في مصلحة طب الأطفال بمستشفى بارني الذي يتواجد فيه موفد قناة الشروق نيوز الزميل محمد بوروبي معنا الآن مباشرة. محمد بوروبي أهلا وسهلا بك. نعم أهلا زميلي إبراهيم، أهلا بكل متابعي قناة الشروق الإخبارية. مثلما ذكر زميلي إبراهيم وصل في هذه الأثناء الناخب الوطني جمال بلماضي إلى مستشفى نفيسة حمود بالعاصمة مستشفى بارني. سابقا كان في الاستقبال الطاقم الطبي هنا في القسم الخاص بطب الأطفال، كان استقبال كبير وكبير للناخب الوطني جمال بلماضي وبحفاوة كبيرة، لكن ولدى دخوله إلى الأطفال والمرضى في زيارة خاصة مع شركة موبيليس التي كان قد تعاقد معها الناخب الوطني جمال بلماضي وفي عقد رعاية خاص مع الناخب الوطني جمال بلماضي ولدى دخوله إلى القسم الخاص بأطفال المرضى ومرضى السرطان. بطبيعة الحال وسائل الإعلام لم تدخل إلى هذا القسم، كما يعلم الجميع هناك حرمة خاصة لهؤلاء المرضى. تمنياتنا بالشفاء العاجل بحول الله لكل أطفال الجزائر ولكل مرضى المسلمين. بروبي، لدى وصول الناخب الوطني جمال بلماضي إلى مستشفى نفيسة حمود بارني سابقا، تبادل أطراف الحديث مع المسؤولين على المصلحة، هذه المصلحة الخاصة بمرضى السرطان الخاصة بالأطفال. قالت له
مباشرة بصريح العبارة أصبحت قدوة وستمنح الأطفال يعني النفس الجديد، تمنحهم تحفيز من أجل تجاوز هذه الفترة والفترة الصعبة جدا. إلى أي مدى أصبح الناخب الوطني جمال بلماضي مؤثرا على فئة معينة، على الشعب الجزائري بأكمله، سواء الجمهور الرياضي أو حتى الجمهور عامة؟ اللي رانا ويدير لايف وقدام الله. نعم ابراهيم، كما ذكرت، كما يعلم الجميع، بالماضي اصبح شخصيه ربما اكثر من عاديه، شخصيه وطنيه. اليوم هو في الجزائر محبوب من طرف جميع طبقات المجتمع من الصغير الى الكبير. اليوم زرع فرحه وابتسامه لا يمكن تصورها، حتى الطاقم هنا شكره على نتيجه الامس، شكره على تتويج بكاس امم افريقيا. نتمنى ان يسير على حذو بقيه اللاعبين وان يرسموا هذه الابتسامه لدى اطفال الجزائر، خاصه الذين يعانون في المستشفيات. بالماضي عرف كيف يرسم هذه الابتسامة، ننتظر خروجه الآن من لدى الأطفال الذين أكيد سعدوا وسعدوا كثيرا بهذه الزيارة الخاصة. بالماضي ربما لم يكن يريد تواجد وسائل الإعلام في هذه الزيارة، كان يريدها خاصة وأن لا تتواجد في وسائل الإعلام، لكن قال معلش مثل ما قال هو، وسائل الإعلام جاءت هنا لتصور وتوثق هذا الحدث، وننتظر حتى ربما صور ابتسامة وفرحة الأطفال، في خاصة أطفال مرضى السرطان في مستشفى نفيسة حمود بارني سابقا بحسين دايب العاصمة. نعم، شكرا لك زميلي محمد بوروبي، موفد قناة شروق نيوزيلا، مستشفى نفيسة حمود بارني سابقا. نبقى مع صور جمال بلماضي الذي يقوم بالزيارة إلى مستشفى بارني. هذه الزيارة كما قلنا، كما ذكرنا سابقا مشاهدينا الأعزاء، إلى المصلحة، مصلحة مرضى السرطان الخاصة بالأطفال الصغار، بالشفاء العاجل إن شاء الله للجميع. بالماضي هذه الزيارة كانت مهمة جدا، مهمة من الناحية النفسية، من الناحية البسيكولوجية بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون في صمت. زيارة جمال بالماضي ستكون تحفيزية، ستكون مهمة، ستكون مميزة خاصة بهم. شاهدنا الزيارات مماثلة للعديد من الشخصيات الرياضية في العالم، في إيطاليا، في إسبانيا، في إنجلترا، يداومون على هذا الأمر بالتحديد، يداومون أيضا على مثل هذه الزيارات، يدركون بأنها هامة جدا، خاصة عندما تكون هذه الشخصية مهمة ومؤثرة من الناحية الإيجابية، وهو حال الناخب الوطني جمال بلماضي بعد مشواره منذ سنة 2018 مع المنتخب الوطني الجزائري الذي حقق فيه كأس أمم إفريقيا 2019. للأمانة متابعينا الأعزاء، جمال بلماضي أصبح قدوة ليس فقط في الجانب الرياضي بل أيضا في عديد الجوانب، الكيفية التي يتعامل بها، ربما مواقفه المميزة الصارمة مع اللاعبين أيضا، وفي العديد والعديد من المجالات والأمور الأخرى، وأكدها أمس في الندوة الصحفية التي جمعته بوسائل الإعلام بعد مباراة بوتسوانا التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري بخمسة أهداف مقابل لا شيء بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة. وكما تشاهدون هذه الصور مشاهدينا الأعزاء، جمال بلماضي كان مرفوقا بإبراهيم بومزار وزير البريد، كان معه في هذه الخرجة المهمة الإيجابية الرائعة لهذا المدرب الذي أصبح شخصية مهمة جدا ولقب من الجميع بوزير السعادة، هذه السعادة التي سيمنحها للأطفال المرضى في هذه المصلحة بمستشفى نفيسة حمود بارني سابقا. فاصل إشهاري متابعينا الأعزاء، ثم نعود لهذا الموعد.